27 نوفمبر 1995، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر من محكمة الجنايات في مارس 1995، والقاضي بإعدام الشاب عيسى قنبر 29 ربيعاً بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة. وعلى إثر انتشار نبأ الحكم، اعتصم الطلبة في المدارس الثانوية في العاصمة المنامة ومدينة عيسى للتعبير عن رفضهم وتضامنهم مع المعتقلين السياسيين، فأقدمت قوات الشرطة على اقتحام حرم المدارس والاعتداء على الطلبة واعتقال بعضهم وإيداعهم السجن من دون محاكمة.